سنقوم بجولة عبر ناد، سنزور المواقع الأثرية التي زارتها تسنيم. ما هي المواقع التي زارتها تسنيم؟ زياد، مسرح الجم. سنزور الآن مسرح الجم من الداخل. هذا مسرح الجم. هل تعرفون أين يقع جامع عقبة؟ في القيروان. في القيروان. قيروان، في مدينة القيروان. سنتعرف إليه أكثر جامع عقبة. من زار مدينة القيروان؟ أحمد. زرت مدينة القيروان من قبل واشتريت بعض الحلويات اللذيذة اسمها المقروف. أحسنت. ما هي المناسبة التي نزور فيها مدينة القيروان؟ زرت مدينة القيروان بمناسبة مولد نبوي الشريف. ماذا زار التسنيم كذلك؟ زار التسنيم أثير دكة. ماذا زار التسنيم؟ زار التسنيم ومتحف باري. إذا صديقتكم زارت الصحراء في العطلة، وأنتم هل تريدون أن تتعرفوا إلى الصحراء؟ نعم. سنتعرف إليها عبر الإنترنت.